المفروض كنت جايه اودي اخويا، بس لقيت الاجواء حلوه ففضلت معاه. بالعكس يعني حتى الاجواء حلوه وتنفع صغار وكبار تهفان يعني، وان متنوع وبالعكس قادر تقعد تطلع طاقتك بتطلعها في التركيب، بتشوف حاجات جديده، شفت حاجات كرييتيف. انا جيت اودي اخويا يوسف الصغير، بعدين قلت لا واي نوت ان انا اقعد معاه واقعد اركب. لا يعني بالعكس انا طلعت طاقتي في التركيب. بالعكس الاجواء حلوه للكبار والصغار، انا حساها كده حلو اللي انت تعمل حاجه تبدع، حتى لو شيء صغير تبدع منه يبقى شيء كبير. بالعكس يعني انا اقول الاهالي ان هم يكون عندهم الدافع ان هم يجيبوا اطفالهم او اقاربهم او عيالهم يجيبوهم في ايفنت زي ده. بالعكس هم هيستمتعوا، هينموا قدرات عند اطفالهم، كل ما يشوفوا حاجات ينموا يعني هيشوفوا فيهم حاجات جديده، هيشوفوا فيهم طاقه ان هم يقدروا يبدعوا، يقدروا ينتجوا حاجه جديده من شيء صغير. هو ينمي حاجه في دماغه، ينمي حاجه في مخه. ممكن الولد يكون عنده موهبه معينه يشوفها في طفل ما كانش شايفها قبل كده، مش بس كتابه وارقام وحروف وبتاع. بالعكس كل ما يشوف حاجه يعملها بايده ككرافت او كحرفه احلى بكتير ان هو يشوف فيه حاجه زي كده، بالعكس يكون فخور فيه اكتر.